حرية حرية حرية. اسكتوا لا. الحيطان هيك الأذان هيك كان يقولوا من زمان. الحرية حرة أحرار حرحورة. طبعا هاي أكلة دبس فليفلة ما خاصة بموضوعنا. الحرية كتير بنستخدم هالتعبير وكتير بنسمعه من أشخاص لتبرير سلوك شخص ما معجب الآخرين. أخي أنا حر، حل عني، مش عيشبك فل من هون، وخصوصي إذا كان متقل الجرعة. هل فعلا نحن أحرار؟ هل يا ترى حدا جرب يسأل نفسه هالسؤال؟ جد حدا جرب يسأل نفسه هالسؤال؟ ما هي الحرية؟ باعتبار نحن نسأل أنفسنا أسئلة نفسنا نفسها بتتجرب تمل. ما هي الحرية؟ وشو منعمل لنكون أحرار؟ مثلا إذا أنا رحت على بيت الجيران ورنيت الجرس تن 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 وهربت، بكون أنا هيك مارست حريتي؟ مثلا يعني نحن البشر مش متفقين على شيء، لا على شكل الحرية ولا على معناها أبدا. اتفقنا ألا نتفق، مش متفقين على شيء بهالحياة أبدا. حتى أنا بإطار بيتي أنا وزوجتي مش متفقين إذا الشاورما بينشرب مع عصير أو لبن. شو حبيبي؟ كأنه سمعت عم تجيب سيرتي؟ هلأ جاي تتفلسف وتناظر بالحرية وبالأحرار، وإنت بس تطلع من البيت بتسكر علي الباب وبتخلينيش أطلع. يا حيف على هيك رجال. بس سكتي فضحتينا قدام العالم. لا حبيبي ما بدي أسكت، سكتت كتير، هلأ بدي أحكي. تفضلي سمعيهم صوتك الفيروزي. تعوا أحكي لكم قصتي. أنا دانا من بلاد الأرز، بيقولوا لبنان بلد الانفتاح. نحن منفتحين لدرجة إنه ببعض المناطق بعد المرأة ممنوع تطلع من بيتها إلا بإذن زوجها وأهلها. بعدنا بمجتمع بيزوج البنت عن عمر 13 وال 14 سنة بحجة الخوف من إنه تعنس، مثل ما صار فيي. يا بعدي بعدني بهالشبابة. بعدنا حاملين الصورة النمطية وماشيين فيها، يعني مثلا إذا بنت شعرها قصير وما بتعرف ترقص شو بيعيطولها؟ حسن صبي يا حسن صبي. وإذا كان الموضوع بالعكس، شعرها طويل وبتعرف ترقص وعندها تاتو شو بيعيطولها؟ فلتانة يا فنانة. يعني حيرتونا، لقولنا حل. رح لاقيلك حل، احملي حالك وفلي على البيت، زرعتينا حقوق مرأة وحكي وكلام. فلي من هون. نزل ايدك، ارفع اجرك. حبيبي مش رح فل، اذا مش عاجبك فل انت. فليت. بعدنا لهلأ عم نناضل كرمال نغير هالصورة النمطية والعقلية المتحجرة، ورح نكون أحرار بس لما منتحرر من كل القيود اللي بيحملونا إياها كنساء. كنساء ولا كرجيل؟ يلا بلا عليك كل فاضي، احملي حالك وروحي من هون، لسه تقرر وتحيد وتعبا سرعتيني. نحن إذا منجرب نروح على عالم الحيوانات بالآخر طلعت حيواني؟ لا مش قصدي، عم دافع عنكم، اسمعيني. تمام. إذا منجرب نروح على جماعة الحيوانات منلاحظ أنه الجماعة حسموا الموضوع وصارت الأمور عندهم أكثر لياقة وأكابرية واضحة جدا. يعني إذا شي ضبع جاي عباله ياكله شي غزال فبياكله، بياكله عادي. شو بسيطة القصة. نحن البشر بناكل بعض ولكن مش مثل الحيوانات، بناكل بعض بأكابرية أكثر، بإنسيابية، بعقلية، لأني نحن عنا العقلية اللي بتساعدنا على تطوير سلوكياتنا، لأني نحن عنا حضارة بشكل عام. نتفنن، نتفنن بأكل بعضنا البعض ببهارات أو بدون. مش مهم إذا ببهارات أو بدون، المهم ناكل ونشبع، هذا أهم شيء عندي أنا. عرفتي ولا لا؟ المهم خلينا نرجع للنقطة المحورية يا جماعة. شو هن الأمور يلي بتحد من حرياتنا؟ وهل نحن فعلا أحرار؟ وشو هي الأمور يلي بتحد نحن فعليا من حرياتنا؟ هلا المعروف والكل الناس بتعرفه هن القوانين والسلطات والأعراف. ومرتي شو رجعت تجيب سيرتي؟ لك عم جيب سيرتك بالخير. خلينا نبحث بزواتنا وبأنفسنا،
شو هن أكبر شيء مقيد لحرياتنا؟ شو هو الشيء المقيد لحرياتنا؟ الخوف من الفشل، الخوف من الحرية، الخوف من الحياة، الخوف من الله. ثم مرتي خايت لا بتخاف مني. لا ما بخاف منك، بس قدام الكاميرات والناس وحقوق المرأة وهذا، فلا تعيشيها كثير. عاشت الحرية وعاشوا الأحرار وسقطت مرتي. لا لا اوه ماي جاد.